يا اما انه ابدا بليديز فيرست، يا اما ابدا بالترتيب. مشيها ليديز فيرست عشان برضو ايه ما نطحنش. ازيك يا همسه، عامله ايه؟ الحمد لله انت اتخرجتي ولا خلاص اخر سنه؟ لا لسه ليفل 3. انت في نمره 3 في السنه الثالثه، لو يعني طبعا ما اقدرش نحسبها سنه ثالثه زي النظام بتاع زمان. انت ايه اللي خلاكي روحتي جامعه الجلاله اصلا؟ يعني احكي لي. هكمل بس بعد كلام الدكتور في حاجه، في فكره المنح ودي. يعني احنا مثلا عندنا اول ما بنخش الجامعه، لا شخصية لا الولاد بيتعلموا. لا مش تعرف. لا برافو. من كوتش الجامعة يعني الجي بي اي ستارت اب 3.6 بيبدا السكولارشيب ناخد 3.6. دي عايزة من 25 لحد 100% كمان السكولارشيبس. كام؟ من 25 لحد 100. لحد 100 100% منحة. 100 بقى اللي هو جايب مثلا جي بي اي 4 مثلا. يس. ماشي كملي. حضرتك سألت عن البرنامج بتاعي، المجال بتاعي. انا سالت الاول ليه رحتي جامعه الجلاله. ليه رحت جامعه الجلاله؟ ممكن كله هيقول طبعا بعيد عن القاهره، بس طبعا دي نقطه موجوده. بس انا كنت من طول عمري وانا صغيره بحلم ان انا اخش مكان او اعيش في مكان فيه جبال وكده. سبحان الله، يعني الجامعات طلعت كده اللي هو مش مصدقه بجد. فكره البعد ده مش موجوده خالص. الترانسبورتيشن بتاعت الجامعه طبعا متوفره، دي نقطه اساسيه. طبعا احنا مثلا ما بيكون ماشيين في طريق بنلاقي الطريق كله ما فيهوش مثلا اشارات، ما فيش مثلا حاجه تعطلنا اي حاجه. يبقى هي الجامعه مسؤوله عننا كلنا، ماشيين ورا بعض، كل مدينه ليها باص بتاعها، ماشيين كل طول الطريق مع بعض. كمان نقطه، كلنا بنقعد مع بعض في الباص. يعني مثلا منير، عمر، هو في المختلف، انا، فنقعد ان احنا مع بعض بنشارك مع بعض المعلومات. هايل. دي بطريقه البعد. دي كانت الفكره بتاعت ان انا رايحه جامعه الجلاله. اختيارك للتخصص، انت خدتي قرار لما سالتك انت هتتخصصي اقتصاد وعلوم سياسيه، قلت لي علوم سياسيه. بس ليه؟ علشان انا حابه ان انا اضيف لوطني، بمعنى ان انا في المجتمع. في العلوم السياسيه بنتعلم ازاي نتعامل مع المجتمع بطريقه صح، بندرسه. فلما انا اخش جامعه توفر لي ده بطريقه كويسه، اعرف المجتمع بيفكر ازاي. طب احنا محتاجين ايه؟ سواء ممكن مثلا مستشار في العلوم السياسيه او العلوم الاجتماعيه، ده طبعا